السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم قررت نشارك معكم حلويات العيد حلوه اللي كتوجد بسرعه، واهم حاجه انها بلا فران وبمكونات بسيطه بزاف، ما فيهاش مكونات بزاف. غادي نخليكم دابا مع المقادير ونبدا معكم الشكل الاول. بالنسبه للشكل الاول غادي نحتاج فيه هاد البسكوي، هذا كيف ما كنقولوا ليه هنايا باستا ولا لي غوفريت. غادي نحتاج جوز الهند. بالنسبه للكميات كتحكموا في الكميه اللي بغيتو. عندي هنايا شويه ديال القرقاع اللي هو عين الجمل، وعندي هنايا واحد شويه ديال البخالينه اللي كنشاط ليا من واحد الكاطو، تقدروا تعوضوه بالكونفيتور بالعسل ولا بنيس لينيس بهذا اللي غادي كتشوفوا معايا، الحليب المركز المحلى. طريقه كناخذوا هذيك اللي كنطحنوا بها، غادي نديروا هاد الكوفريت غنديروه فيها نطحنوه، ولكن ماشي نيلوه غير كيتهرمش. غادي نضيف ليه الحليب المركز المحلى، الكميه اللي غادي يتجمع لينا به، ما يكونش ناشف بزاف وما يكونش يعني ما نكثروش فيه بزاف، يعني الخليط خاصو يكون متجانس ويتجمع لينا باليد. صافي كنخلطوه مزيان. هنايا راه استعملت ايدي باش جمعته مزيان. غادي ناخذ هذاك القرقاع حتى هو غادي نطحنو، حتى هو بالنسبه للطحين ديالو ما غاديش نطحنو بزاف، يعني غير غادي يتهرمش. الكميه كيف ما قلت لكم اللي بغيتو. ها هو القرقاع ديالي كيف ما كتشوفوا راه غير مهرمشاه. غادي ناخذ هذاك البخاليني غادي نخلط به واحد الكميه من هذاك القرقاع. بالنسبه كيف ما قلت لكم هذا البخاليني راه تقدروا تعوضوه كيف ما قلت لكم يا اما بهذاك نيسلينيت ولا بالكونفيتور ولا بالعسل باللي بغيتو، يعني اي مكون اللي يقدر يجمع لكم داك القرقاع. وبالنسبه للقرقاع تقدروا ديروا اللوز، ديروا معاه اي حاجه بغيتو، اي مكسرات. صافي خديت شويه ديال البخاليني غادي نخلطو معاه حتى كيتجانس لينا هذاك الخليط، وغادي نمشي باش غادي ندير دوائر او كويرات من هذوك الخليط ديالنا ديال نيسلي والكوفريت. وغادي نبدا نعمر بهذاك الخليط ديال جوز ديال القرقاع مع البخاليني. صافي بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا الخليط ديال داك البسكوي راه مجموع، يعني كي الا جاكم ما كيبقى مفرتت شويه خاصكم تزيدوا شويه ديال الحليب المركز. صافي غادي نواصل العمليه بنفس الطريقه حتى كنكمل الخليط ديالي. بالنسبه لهاد الحلويات راه كتوجدوهم في اخر لحظه، يعني راه كيف ما كتشوفوا راه ساهلين ما فيهمش مكونات بزاف، وتقدروا توجدوهم حتى الغد ليه العيد، يعني بسرعه كيوجدوا، ما كاين لا شعل فران لا طفي فران. صافي هنايا خديت هذاك نيسلي درتو تما، وغادي ندير فيه هذوك الكويرات. تقدروا تعوضوا نيسلي هنايا بالشوكولاته الابيض، انا راه درت واحد الكميه ديال الشوكولاته بالشوكولاته الابيض تا هو كيجي زوين. صافي درتهم في جوز الهند وكنحطوهم جانبا بنفس الطريقه، وكاين شكل اخر اللي درتو بالشوكولات كيف ما قلت لكم الابيض، ولكن ما درتوش في جوز الهند، درتو في هذاك الكوفريت حكيته ولا طحنتو نيت، كيبقى شويه غليظ ما كيكونش رقيق، كيكون غليظ شويه وكديرو في وسط منه كيجي الشكل زوين. صافي هنايا غادي نجمع هاد الحلوه اللي وجدت، غادي نديرها في بواطه وغنديرها في الثلاجه، كتبقى زوينه. تقدروا ديروها في المجمد ولا حتى في الثلاجه من التحت، يعني بلا مجمد كتبقى مزيانه. غنمشيو للشكل الثاني اللي تا هو فيه نفس، فيه جوز الهند وفيه الشوكولات وفيه نيسلي. وغادي نحتاج هنايا هادوك لي مول ديال السيليكون، غادي نستعمل هذا. كناخذوا الكوكو وكنضيفوا ليه الحليب المركز المحلى،
الكميه اللي غادي تجمع لكم هذاك الكوكو اللي غادي يجي رطب وفي نفس الوقت يجي مجموع ما يجيش مفرتس كيف ما كتشوفوا معايا. انا هنايا راه درت هذيك الكميه اللي كانت عندي في الزلافه وزدت واحد شويه من هاد هاد القرعه هذه. صافي وهنايا غادي نمشي باش نبدا نعمر في ليمول ديالي. صافي الطريقه سهله بزاف، كتبداو تعمروا في هذوك ليمول وكتضغطوا مزيان باش يجي الشكل مقاد ويجيو كاملين مقادين. هنايا واحد الشكل كنت درتو في واحد اللايف اللي كان شاف اللايف معايا، الشكل ديال اللوز والقرقاع، حتى هو جا صراحه زوين بزاف. راكم عارفين اللوز والقرقاع اصلا كيجيو مع بعضياتهم، حتى هو غادي نشاركو معاكم، فهو اخر شكل غنشاركو معاكم. صافي هنايا كنبداو نحيدو نديمو ليهم، شفتو الشكل ديالهم كيجي زوين صراحه. صافي غادي نمشيو باش ملي غنساليوهم غنمشيو باش نذوبو الشوكولاط ديالنا، يا اما في الباماغي ولا اللي عنده الميكرون يقدر يذوبو فيه. وضفت ليه واحد المعلقه كبيره ديال زيت المائده صافي باش يعطيه داك اللمعان ويجي شويه جاري ما يجيش ثقيل. صافي كنبداو نديرو هذاك الشوكولاط هذوك الحلوات ديالنا في الشوكولاط وكنحاولوا نسقطروهم شويه من داك الشوكولاط ونحطوهم جانبا. بالنسبه للتزيين هنايا انا راه زينت هذيك الحفره اللي فيهم، زينتها بالكريم بلاصوص كراميل، غير ما بينتش لكم التزيين كنت درتو في اللايف. هنايا الشكل الاخير اللي قلت لكم، عندي هنايا شويه ديال اللوز اللي حمرته يعني حمصته شويه فوق النار وشويه ديال القرقاع وطحنتهم، يعني غير هرمشتهم ما طحنتهمش مزيان. غادي نخلطوهم مع بعض ونضيفوا لهم دائما هذاك الحليب المركز المحلى. انا علاش اختاريت الحليب المركز؟ حيت هو اللي كيبنن الصراحه، كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. صافي كنخلطوا الخليط ديالنا، كيجينا معلك شويه باش يجي شاد في ليمول. صافي وكنبداو نعمرو بنفس الطريقه. بالنسبه لهاد الشكل هذا ضروري خاص ملي تعمروهم ديروهم في الكونجيلاتور باش يشدوا راسهم شويه، حيت ملي كتبداو ديموليوهم بحال كيتعوجوا شويه كيخسر لهم الشكل ديالهم، فمن الاحسن يكونوا شادين في راسهم مزيان. صافي كنواصلوا بنفس الطريقه. هنا راه درت غير كميه قليله حيت ديجا درتو في اللايف ودرتو في اللايف وقلت لنا نشاركوا معكم حتى في الفيديو هنايا. صافي وبالنسبه للتزيين كتختاروا التزيين بالطريقه اللي بغيتوا. انا زينتهم بالشوكولاته الابيض وبالشوكولات الاسود، يعني مهم التزيين كيبقى اختياري، كتزينوا بالطريقه اللي كتعجبكم. كيف ما قلت لكم ضروري ديروهم في الكونجيلاتور باش ملي تبغيو ديموليوهم ما يخسرش ليهم الشكل ديالهم. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا راني ذوبت الشوكولاط الابيض صافي وغنزينهم بحال هكذا كنديرهم في الشوكولاط. دائما كتحاولوا عليهم باش ما تخسروهمش ما يخسرش الشكل ديالهم. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الحلوات، راه كيجيو زوينين كيف ما كتشوفوا، راه ساهلين والمذاق ديالهم كيجي زوين بزاف. وبالنسبه للكميات ديال المقادير كتحكموا فيهم نتوما الكميه اللي بغيتوا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. زدت معاهم في التقديم هذيك الحلوه اللي معروفه ديال المرشم، حتى هي كنت درتها في اللايف بينتها صراحه، هي كتجي زوينه ان شاء الله غنحاول نشاركها معكم في فيديو مقبل ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم الفيديو وما تنساوش الا عجبكم ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.